بحضرتك لموضوع ربما يبدو بعيدا ولكنه في النهاية بيصب في صالح المرجو من مصر والتقدم التكنولوجي في مصر. وأحب أن حضرتك تبقى موجود معايا، بينضم لي على الهاتف المهندس على الهواء عفوا المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات. معالي الوزير، برحب بحضرتك معانا في الحياة الآن. اهلا بحضرتك والساده المشاهدين يا فندم. تحياتي لحضرتك معالي الوزير، يعني ضيفي ايضا في استوديو الحياه الان الدكتور عمار علي حسن الباحث والمفكر السياسي. واسمح لنا معالي الوزير يعني نتحدث مع حضرتك في مجموعه من النقاط المتعلقه بالتقدم التكنولوجي ومستقبل الاتصالات في مصر في المرحله القادمه. يعني بالنسبه لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لكم كقطاع للاتصالات كيف جاءت؟ أولا اسمح لي أوجه سلامي واحتراماتي للباحث الجليل الدكتور عمار. أهلا يا فندم. وأنتقل للموضوع الأساسي وهو موضوع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اللي ما فيش شك أنه بيلعب دور رئيسي في يعني تحقيق التطور والنمو الاجتماعي والاقتصادي لأي دولة. وأنا يعني أعلم تماما مدى اهتمام فخامة الرئيس بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بدليل أن على طول بعد اجتماع مجلس الوزراء بعد تشريفنا بأول لقاء مع فخامته اتصل بي في اليوم التالي عشان يؤكد حقائق مهمة، وهو اعتماد يعني البلد في ضوء رسم رؤية مستقبلية لدولة حديثة. ما فيش شك أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيكون من أهم المحاور التي تلعب دورا رئيسيا في تحقيق هذا النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الحقيقي. عدالة اجتماعية لقطاع الاتصالات. معالي الوزير، عايز أفهمه أكثر بعد إذنك. حضرتك لو نبص فعلا لأهم هدف من أهداف القطاع أو ما تستطيع أن تفعله تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الحقيقي. خليني أضرب لحضرتك كذا مثال يمثله هذا الواقع. النهاردة لو أنا عايز أخدم المواطن المصري اللي موجود في الكرة والنجوع وأديله نفس مستوى خدمات التي يتمتع بها المواطن في القاهرة أو في المحافظات الكبرى، كيف نستطيع ذلك؟ إن هو يحصل عن الخدمة سواء كانت خدمة تعليمية أو خدمة صحية أو حتى في الحصول على بعض يعني ما يخصه من خدمات تساعده في الحياة اليومية. وهناك أمثلة عديدة، شفنا الفلاحين وإزاي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتساعدهم. عندنا تجارب في قرية مشتول السوق في محافظة الشرقية، وإزاي الفلاح البسيط قدر إن هو يستخدم من آليات بسيطة إنه يعرف الأسلوب الأمثل في ري الأرض أو أوقات وأنواع السماد اللي ممكن بيستخدمها، أو إن هو يقدر يسوق بطريقة مبسطة عن منتجاته. أو إن النهاردة كمثال آخر لما بنتكلم على النهاردة الخدمات الصحية وحقوق المواطنين، اللي كان في أمثلة عديدة زي هيئة الإسعاف التي لم يعني احنا ندرك تماما مدى التقدم اللي حصل ليها باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. شفنا لأول مرة هيئة حكومية والعربيات الإسعاف اللي بتصل لجميع المناطق في زمن قياسي. لو شفنا التأمين الصحي وشفنا العلاج على نفقة الدولة قبل الثورة والملايين ومئات الملايين اللي كانت بتضيع وكانت الواسطة بتخش فيها عن طريق مجالس أعضاء مجالس الشعب، باستخدام تكنولوجيا معلومات والاتصالات تم ميكان جميع مراكز الطبية اللي بتدي العلاج على نفقة الدولة. فأصبح المواطن الموجود في الكرة والنجوع كل اللي بيعمله أنه بيقدم أوراقه
بيتم إرسالها بطريقة إلكترونية للكوميسيون الطبي هنا في القاهرة، وبيتم تلبية رغبته في من 3 لـ 7 أيام، قبل كده كان بيتاخد من 3 لـ 4 شهور إذا هو حصل على الخدمة. طيب معالي الوزير، حضرتك اسمح لي، يعني أنا شايف يعني ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور عمار علي حسن بيدون مجموعة من النقاط في محض كلام حضرتك المحترم. يعني أحب أن أنا أشرك بس الدكتور عمار علي حسن معانا في هذا الحوار، لعله عنده مجموعة من التساؤلات، يعني هو بيدون نقاط شايفه. لا والله، يعني كلام معالي الوزير يعني جعل في ذهني بعض الأفكار، أن فكرة الحكومة الإلكترونية اللي مطروحة من منذ مدة، وكيف أن هذه الحكومة والربط الإلكتروني لمصر في باستغلال وسائل الاتصالات الحديثة، حجم ما يوفره للاقتصاد القومي والوطني من أموال طائلة. لما تحدث عن التحرك الجسدي للمواطنين لتخليص أوراقهم والحصول على الخدمات، لما يتم بطريقة مبسطة من خلال الاتصال الإلكتروني، فشوف ده بيوفر وقت، ويوفر جهد، ويوفر مال، ويوفر كمان شعور بالرضا حيال أداء السلطة أو أداء الإدارة في هذه اللحظة. لأن التحرك الجسدي والازدحام اللي كان موجود في المصالح الحكومية ده كان نتيجة أن البيروقراطية المصرية كانت بيروقراطية عتيقة، ومن ثم نحن نعول على هذا القطاع في تقديم خدمات المواطنين، في توفير جهده. مسألة تانية اللي مرتبطة بالبرمجة واقتصادات المعرفة، احنا عندنا في مصر قوة ناعمة لا بأس بها، لا تزال على حالها. تحدث عن تاريخنا الطويل وحضارتنا، نتكلم على المنتج الفني والروائي، نتكلم على المنتج العلمي أيضا. إزاي نقدر نستغل كل ده في ويبقى في برمجة عشان خاطر نصدر على الأقل، يبقى عندنا السوق العربية والسوق الأفريقية موجودة، عندنا أشياء مختلفة، عندنا ميزة نسبية في أشياء مختلفة يمكن أن نصدرها من خلال تكنولوجيا المعلومات، وندخل عالم اقتصاد المعرفة بشكل قوي. كل هذا كلام إيجابي وكلام يوحي بمؤشرات إيجابية. معالي الوزير، في النهاية المواطن المصري محتاج إن هو يعرف حقائق، بمعنى امتى هيكون في ابسط الامور انترنت فائق السرعه في مصر، امتى يتم تطبيقه، امتى هيتم تعميم تجربه الحكومه الالكترونيه في مصر على كل القطاعات وكل الشرائح، بحيث يكون هذا هو التداول الاصلي والوحيد بعيدا عن اللجوء لمكاتب واكثر من مكتب في البيروقراطيه المصريه. معالي الوزير، عايز اسمع من حضرتك الاجابات، تفضل. هو حضرتك بتتكلم بالظبط على الأهداف اللي احنا حطيناها عشان ننفذ خطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. احنا النهاردة برضو بنتجاوز حتى حدود ما يطلق عليه الحكومة الإلكترونية، احنا بنتكلم على المجتمع الرقمي ككل، وهو يشمل قطاع طبعا الحكومي ويشمل جميع قطاعات الدولة. وبالتالي تكامل النهاردة بيانات المواطنين وتكامل الخدمات اللي ممكن يحصلوا عليها بأسلوب بسيط وسهل، وهنا يمكن برضو فخامة الرئيس أبدى اهتمامه ببطاقة الرقم القومي الجديدة التي تعمل فيها جهات عدة بحيث تحتوي على كل البيانات والمعلومات التي تمكن المواطن من الحصول على الخدمات المختلفة عن طريق هذه البطاقة. إزاي نحن نيسر على المواطنين؟ زي ما الدكتور عمار أكد الكلام اللي أنا بقوله، في النهاية هو المطلوب أن أنا بيسر النهاردة حياة المواطنين، في نفس الوقت بقلل التكاليف، بقلل المجهود في الحصول على الخدمة. دي كلها هل في وقت نقدر نحدده معالي الوزير؟ يعني في خلال شهور، في خلال سنة، في خلال سنتين؟ يعني نكون حضرتك دلوقتي لما بنتكلم على مجتمع كبير جدا، يعني مترامي الأطراف بخدمات عديدة، المهم بيتحط إطار عام وبنبدأ بتنفيذ خطط مرحلية. يعني احنا النهاردة مش هنقدر نتحرك من مستوى 20-30%، وهو نسبة استكمال نقول قطاع تكنولوجيا المعلومات في الخدمات اللي بيتاحها المواطن 100% في زمن واحد، ولكن هناك خطط مرحلية ربع سنوية وسنوية، بحيث ان احنا نصل الى الاطار العام اللي احنا ان شاء الله بنأمله في 2020. عشان اوصل لهذا التكامل
أو ما يطلق عليه المجتمع الرقمي، إحنا محتاجين بنية أساسية زي ما حضرتك تفضلت. لن أستطيع أن أنا أقدر أمد خدماتي للقرى والنجوع والمناطق المهمشة إلا لما يبقى فيه يعني بنية أساسية من الإنترنت فائق السرعة، وهو النهاردة ما بدأنا فيه فعلا بأول مرحلة لمشروع بيكلف الدولة 350 مليون جنيه، وهو مشروع استرشادي للإنترنت فائق السرعة بيستتبعه مرحلتين، مرحلة تنتهي في 2017 ودي نسبة الاستثمار فيها 18 مليار جنيه، وبعد كده مرحلة من 2017 ل 2020 ونسبة الاستثمارات فيها تصل ل 28 مليار جنيه، بحيث ان احنا في المرحلة الاولى بنغطي 50% من المجتمع بخدمات الانترنت فائق السرعة، سواء هذا المجتمع قطاعات الدولة المختلفة زي قطاع التعليم. وصلتني الصورة، بشكر حضرتك. الدولة الأخرى مع طبعا رفع كفاءة خدمات الانترنت للمواطنين. شكرا لحضرتك معالي الوزير، شكرا على وجود حضرتك معانا في الحياة الآن، وشكرا على هذه التوضيحات القيمة. إذا مشاهدينا، 6 سنوات على اكتمال منظومة الانترنت فائق السرعة، وست سنوات أيضا ربما حتى تصل إلى الحكومة الرقمية، إنجاز التعبير في كل أنحاء الجمهورية.